大家好，欢迎大家到真实加约莫巴勒克，我们来求助保佑。بين أروقة الحرم وصحن المطاف يقف هذا المترجم لاستقبال المعتمرين والمصلين الناطقين باللغة الصينية لإرشادهم وتسهيل أداء مناسكهم. عملي كمترجم في اللغة الصينية هو استقبال الصينيين في المسجد الحرام وتسهيل لهم الحج والعمرة والإجابة على أسئلتهم سواء كانت دينية أم داخل المسجد الحرام وتلبية احتياجاتهم. يتوافد المعتمرون إلى الحرم المكي بشهر رمضان من مشارق الأرض ومغاربها، مما جعل رئاسة شؤون الحرمين تخصص مترجمين بمختلف اللغات الأجنبية لتقديم كافة الخدمات تسهيلا على المعتمرين. تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بترجمة الخطب والدروس داخل أروقة المسجد الحرام بعشر لغات عالمية، وأبرزها اللغة الإنجليزية واللغة الفارسية واللغة الملاوية واللغة الصينية، وكذلك تقوم بالترجمة الميدانية على مدار 24 ساعة، كذلك داخل أروقة المسجد الحرام ب23 لغة عالمية. بث خطب الجمعة والدروس العلمية عبر الأثير والمنصات الإلكترونية المتطورة بخمس لغات رئيسية بكل مرونة وحرفية عالية. حينما تحضرني ترجمة أفرغ نفسي تماما للترجمة، وأتجنب دائما أي شيء يعني يشتتني عن الترجمة، بسبب أن الترجمة عملها حساس وبعض الأخطاء فيها غير مقبولة، بحيث أنها ممكن تؤدي إلى معنى مختلف أو معنى آخر. كثفت إدارة اللغات والترجمة بشؤون الحرمين أعمالها مع دخول شهر رمضان لتكون على مدار الساعة، وذلك بعد فتح الحرم المكي بكامل طاقته الاستيعابية. من الحرم المكي، سلطان السلمي، العربية.